تدريب الوالدين مهم جدا، لأن الوالدين يشكلون اللبنة الأساسية لبناء الطفل أخلاقيا وتربويا ومهاراتيا، وكذلك الوالدين بالنسبة للطفل هم المصدر الأساسي للمعلومات. كل ما يقوله الوالدان للطفل هو لا مجال للتشكيك فيه، وهو محل التصديق الكامل. فلذلك أي توجيه يصدر من الوالدين تجاه الطفل يكون مهم جدا، لأنه سيؤثر بشكل مباشر على تطور مهارات الطفل، وخصوصا ما قبل سن الخامسة ليس للطفل أي مصدر للمعلومات سوى الوالدين بشكل مباشر. فلذلك تدريبهم على معرفة الأعراض، إقناعهم بالاضطراب، إقناعهم بالسلوكيات الصادرة عن الطفل هي سلوكيات ليست محض يعني خلل في تربيته أو خلل في سلوكياته، وإنما هي صادرة عن هذا الاضطراب وهو غير متحكم فيها بشكل مباشر. فمعرفتهم بهذا الأمر مهمة جدا، لأن كثير من الوالدين يظن بشكل مباشر أن السلوكيات الصادرة عن طفله هي بسبب سوء في التربية، وبالتالي يعني يوجهون اللوم لأنفسهم كثيرا، ويوجه أصدقائهم أو أقاربهم عليهم اللوم بأنكم لم تحسنوا تربية هذا الطفل فلذلك هو يقوم بهذه السلوكيات. فهذه نقطة مهمة جدا للمعرفة، بأن تدريب الوالدين يساهم في رفع وصمة العار بشكل كامل وكبير جدا عنهم أو عن طفلهم وعن التعامل معهم، وكذلك تساعدهم في مواجهة كل الانتقادات التي توجه لهم من قبل المجتمع من حولهم. هذه في المرحلة الأولى. في المرحلة الثانية نحن نستخدم ثقة الطفل في والديه بأنهم يعرفونه بأساليب مبسطة تتناسب مع عمره عن هذا الاضطراب وعن السلوكيات التي يقوم بها أنها صادرة من هذا الاضطراب، وكذلك كيفية التعامل معها. يساهم في إعداد الطفل بشكل كبير جدا لمرحلة الدراسة وضبط أموره وسلوكياته في البيت وفي المدرسة، وكذلك يساعدهم في التعامل مع التحديات التي تواجهه، مع صداقاته في المدرسة، مع المعلمين، مع نظام المدرسة، كونه انتقل بشكل مباشر من البيت، حرية تامة في فعل ما يريد، إلى مدرسة تتحكم فيها أنظمة وأوقات معينة للقيام بمهام معينة في وقت معين وبأداء معين، فهو مطلوب منه كثير من المهارات ينبغي أن يتقنها. فمعرفة الوالدين أو تدريبهم على التعامل مع ابنهم بهذا الأمر ما قبل سن المدرسة يساهم كثير في تجاوز كثير من هذه العقبات والتحديات قبل البدء في استخدام الدواء. هذه كلها تعتبر من مجال التدريبات السلوكية، ولذلك نقول دائما أن المعرفة هي بداية الحل، والمعرفة هنا تتركز في تعليم الوالدين الذين بدورهم يوصلون رسالة مباشرة إلى طفلهم بطريقة بسيطة، ويتعلمون كيف يتعاملون معه في سلوكياته الصادرة عن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.